السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أعزائي الطلبة الجزء الأخير من الدرس العاشر، وهو تكملة تطبيق الدوال على المتجهات والمصفوفات. سأقوم باستدعاء المتجه V وأطبق الدالة الجديدة، وهي دالة flip left right of V. Enter. وظيفة هذه الدالة قلب اتجاهات المتجه، قلب اتجاهات المتجه يمين يسار واليسار يمين، أو قلب ترتيب الأعمدة في المتجه V، أو جعل اليمين يسار واليسار يمين. كما نلاحظ أن المتجه V كان ترتيبه ناقص 1 2 0 7 3، أصبح ترتيبه بالعكس الآن 3 7 0 2 ناقص 1. إذن دالة flip left right وظيفته هو عكس اتجاهات المتجه، يعني قلب المتجه يمينا ويسارا. إذا استدعي المصفوفة A وأقوم بتطبيق نفس الدالة flip left right of A، مثل ما قلنا أن هذه الدوال تطبق على الأعمدة، فوظيفة هذه الدالة flip left right وظيفتها هو قلب ترتيب الأعمدة يمينا ويسارا، أي جعل الأعمدة أو العمود الأخير هو في المقدمة والعمود الأول جعله في الأخير إلى آخره. لاحظوا أن العمود الأول 1 2 9 كان هو العمود الثالث، أصبح العمود الأول. العمود الثاني بقى مثل ما هو في مكانه، لكن العمود الأول أصبح العمود الأخير. إذن وظيفة الدالة flip left right في المصفوفة قلب ترتيب الأعمدة داخل المصفوفة. هنالك أيضا دالة أخرى وهي flip up down of A. وظيفة هذه الدالة عكس اتجاهات الأعمدة داخل المصفوفة، الأعلى أسفل والأسفل أعلى. إذا أنظف الشاشة واستدعي المصفوفة من جديد وأطبق دالة الفليب أب داون، تلاحظون المصفوفة A العمود الأول كان 4 6 8، أصبح بالعكس 8 6 4، أي انقلب الأعلى أسفل والأسفل أعلى. كذلك الحال بالنسبة للعمود الثاني والعمود الثالث. إذن وظيفة الدالة flip up down قلب اتجاهات الأعمدة داخل المصفوفة، الأعلى أسفل والأسفل أعلى. نأخذ دالة أخرى وهي product، مختصر كلمة product P-R-O-D product of A. وظيفة هذه الدالة إيجاد حاصل ضرب عناصر كل عمود، حاصل ضرب عناصر كل عمود. فحاصل ضرب عناصر العمود الأول 8 في 6 في 4 192، وهكذا بالنسبة للعمود الثاني والعمود الثالث. الآن إذا أطبق الدالة product على المتجه V، product of V، راح يكون الناتج أيضا هو حاصل ضرب عناصر المتجه، حاصل ضرب عناصر المتجه difference d i double f of v، difference d i double f difference of v. هذه الدالة وظيفتها إيجاد الفرق بين العنصر التالي والعنصر السابق، حاصل الفرق بين العنصر التالي والعنصر السابق، يعني باختصار حاصل الفرق بين x1 ناقصا x0 او v0 ناقصا او v1 ناقصا v0. يعني الثلاثه هذه القيمه الاولى بعد تطبيق داله الدفرنس اوف v، الثلاثه من اين اتت؟ أتت من حاصل الفرق ما بين 2 ناقص ناقص 1، فكانت النتيجة 3. الناقص 2 هاي من أتت؟ أتت من حاصل الفرق بين هذين العنصرين،
صفر ناقصا اثنين. السبعة أيضا من أين أتت؟ أتت من حاصل الفرق ما بين سبعة ناقصا صفر، سبعة ناقص صفر. والناقص أربعة من أين أتت؟ أتت من الفرق ما بين ثلاثة ناقصا سبعة، ثلاثة ناقصا سبعة. إذن دالة الدفرنس هو دائما حاصل الفرق ما بين V1 ناقصا V0 و V2 ناقصا V1 و V3 ناقصا V2 و V4 ناقصا V3 إلى آخره. إذا طبقنا هذه الدالة على المصفوفة A أطبق الدالة difference على المصفوفة A راح يوجد لي أيضا حاصل الفرق بين العنصر التالي والعنصر السابق في كل عمود. يعني القيمة الأولى 2 هي أتت من الفرق ما بين 6 ناقص 4، 6 6 ناقص 4، والاثنين اللي تحته هي أتت من الفرق ما بين 8 ناقصا 6، وهكذا بالنسبة للعمود الثاني والعمود الثالث. نلاحظ أنه المصفوفة الأصلية أي كانت تتألف من ثلاثة صفوف، وعند تطبيق دالة الدفرنس نتج عندنا مصفوفة جديدة تتألف من صفين. إذن دائما يكون الفرق هو ناقص واحد، أي ناقص صف. الدالة الأخرى هي دالة الـ reshape، reshape of مثلا المصفوفة A. أريد أجعل هذه المصفوفة A، يعني المطلوب جعل المصفوفة A بدل أن تكون مؤلفة من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة، أريد أغير من حجم هذه المصفوفة بحيث أجعلها عبارة عن مثلا صف واحد وتسعة أعمدة، صف واحد وتسعة أعمدة. لاحظوا المصفوفة الأصلية أي. أنظف الشاشة حتى يكون واضح أمامكم. أستدعي المصفوفة أي، أطبق الدالة reshape. نلاحظ أنه المصفوفة بدل أن تكون ذات حجم 3 في 3 أصبحت هذه المصفوفة تتألف من صف واحد وتسعة أعمدة. أي نأخذ عناصر العمود الأول ونرتبها على شكل صف، ثم عناصر العمود الثاني ونلصقه مع عناصر العمود الثاني على شكل صف، وهكذا. أي كل عمود من أعمدة المصفوفة نجعلهم على شكل صفوف ونلصقهم بحيث جعلهم صف، يتألفون من صف واحد. فالريشيب وظيفتها يعني تشكيل أو إعادة تشكيل حجم الكمية سواء كانت مصفوفة أو متجه. أطبق مثلا دالة الريشيب مرة أخرى بحيث أجعل المصفوفة أي بدل أن تكون واحد تسعة تكون تسعة أعمدة، تسعة صفوف وعمود واحد، تسعة صفوف وعمود واحد. لاحظوا هنا بهالحالة أعدنا تشكيل المصفوفة مرة أخرى بحيث جعلناها مؤلفة من عمود واحد فقط وتسعة. هذه بصورة عامة وظيفة الدالة reshape. أعزائي الطلبة، إلى هنا نكتفي بهذه الدوال وتطبيقاتها على المصفوفات والمتجهات. أتمنى لكم أن تكونوا قد استوعبتم ما تلقيتموه في الدرس العاشر بأجزائه الثلاثة. أشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.